هي فتح عيونك. شو عم تعمل ولا؟ بعد شو بدي أعمل يعني؟ اتركك تموتي، عم حاول ساعدك. أصلاً أنا الحق علي. أي مساعدة، مبين عليك إنك عم تستغل الموقف. آه رجلي. أنت لك فهمني لوين رايح وتاركني؟ رجلي عم تشعني ومجروحة كمان، ارجعها بسرعة. إذا تركتني هون ورحت رح آكل ضربة شمس قوية، وبعدين بيجي سمك القرش وبياكلني، هيك بدك يعني؟ على فكرة هون ما في سمك قرش. أي أوف، يعني مو معقول قديش بيتك طلع بعيد. أي عم أهلك. واضح عايش هون لحالك. برأيي هالكنباية الصفرة ما أنا ظابطة مع الفرش. آه عم أهلك، شبك؟ عم توجعني يا مهلك؟ على الأغلب انكسرت صح؟ ها؟ يمكن يكون بدها تجبير. مؤقتا دبري حالك بهاد، اتصلي بأهلك يجوا ياخدوكي. ما في اتصل، شنطتي وقعت بالبحر وموبايلي جواتها. آه أوف، مو معقول شو بارد هالرجال، غريب كتير. البسي هدول ولما بدك تنتحري خبريني لحتى ما أكون قريب. ما فهمت عليك، انتحار شو هاد؟ لتكون انت فكرتني زتيت حالي وانتحرت؟ الله عليك شو دمك خفيف. هالقصص بتصير بس بالأفلام مو بالواقع. شفتك واقفة ونطيتي. شوفي يعني انت ليش معصب كل هالقد؟ والله ما عم بفهم. أنا غزال، انت شو اسمك؟ ما بدك نتعرف. طيب فهمت عليك. اسمع لك يا بلا اسم، انا ما كان بدي انتحر ابدا، فهمت؟ انا كان جوا بالي اركض ونط. انت ما بتحب المغامره؟ الناس الطبيعيين ما بيعملوا هيك شيء ابدا. قصدك تقول ماني طبيعيه؟ اي نعم. اي نعم. شو هالرجال؟ بس ليك الموضوع بيسلي، صدقني جربها شي يوم. هاي الكنباية الصفرة بشعة كتير. في صبية بالبيت؟ عم تحكي معي؟ ده ده عم قلك في صبية بالبيت؟ كيف؟ ما في بالعادة تعمل هيك، ولا هيك أنا سألتك. ما بعرف مين بتكون هالبنت. المخلوقة وقعت وجبتها لهون لحتى ساعدها، وهلأ عم تبدل ثيابها. لك انت شو عم تقول يا غبي؟ يا خانم انت اصلا شو دخلك؟ شو هي يا خانم بالله؟ اللي مفيدة وبس، شو مفكرني كبيرة؟ عندي اقتراح، شو رأيك تسمعي؟ حضرتك من اول ما سكنت هون كل ما بتشوفيني بتطلعي علي بفضول، وانا بتناشف كتير معك، وبعدها كل واحد فينا بيدخل على بيته بدون ما نحكي. ممكن نكمل بهالاسلوب ها؟ كمان مفكت عقدة لسانك؟ هالبنت حلوة على فكرة. شو صار معك؟ لسه ما غيرتي ثيابك؟ مفكر حاله ذكي، ما رح يضحك علي، مر على راسي مثله كتير.
هاي انت لوين رايحه؟ واقفه رجعي لي الموتور. القصة عم تسليكي. شبك ليش هيك واقف مصدوم؟ موتوري انسرق هلا. كيف انسرق؟ يعني انت لما شفتها زتت حالها من فوق التلة، حضرتك تحمست فورا ولحقتها، عملت بطل ونطيت وراها، وبعد ما انقذت لها حياتها للبنت جبتها لعندك على البيت. قام هي سرقت لك الموتور وسرقت لك الايبود وسرقت الكنزة والشورت كمان، صح؟ لك انا موها مني الموتور بنوب، الايبود في مقطوعات لإلي ولازم رجعه منها. بسيطة، هلا بوافق قدام شي مخفر وبتفوت بتشتكي عليها. ما بدك لهالقد خلدون، هلا بسرعه بلاقيها، البلد هون صغيره. قلت لي البلد صغيره وبتلاقيها بسرعه؟ حبيبي اللي بيسرق موتور بيسرق سياره. لك خلص خلص، كنت عم بمزح معك. اسمع، لا اقول لك، بتقول عامله اكل بياخذ العائل على العشاء، شو رايك تيجي لعنا؟ يعني بناكل وبنتسلى. ليك ليك، بتعرفوا شي لهذا الغليظ؟ ايه بعرفه، صوته بيقرف. Başka hayal girmesin bana ait çizgiler, dikkat et silinmesin bana ait çizgiler, dikkat et silinmesin. يسلم هالصوت. لك ماهر ليش مانك عم تاكل؟ يا روحي انت دوق هاللقمه من ايدي، يدوق، خذ وحده يلا ما تخجلني، يلا بترجاك كل. خلص والله شبعت بتول. اسمع مني، اذا ما اكلت هلا رح تضل راكده وراك للبيت، مرتي وبعرفها. بعملها طبعا، يلا خلصنا بقى. هذا ليش اليوم متناشف بوشي؟ انا بقدر اقول لك شو الموضوع، هذا لانك وحداني بتضلك كل الوقت معصب. بحياتي ما شفت رجال اعند منك، ليش كل الوقت ما ارتبطت؟ بعدين شو قصة البنت يلي شفتها اليوم؟ يلا اعترف، شو عملتوا؟ صار في انجذاب بيناتكم لما قعدت جنبها ولما لفيت لها رجلها المجروحة؟ صحة صحة صحة، يعني قصدي اقول لك صار في شي انجذاب بيناتكم؟ تقربتوا من بعضكم؟ ولك يا حقير. نعم امرني. انت امتى لحقت وحكيت لها بالتفصيل؟ خلص انسى، مو هي المشكلة هلا، يعني بصراحة أنت كبرت وصار وقت نجوزك وعم ندور لك على عروس، ما هيك؟ مزبوط. منعرف محاطة القصة ببالك، مع أنك شخصية وحلاوة، صح؟ مزبوط. ومنعرف كمان أنه عندك معجبات كتار وقاتلين حالهم عليك، صح؟ مزبوط. والله أنه خلدون معه حق، كل الصبايا قاتلة حالة عليك. ليك بعرفك على كم وحدة وأنت بتنقي، شو رأيك؟ مزبوط. شفت؟ خلصنا بقى، أنا ماشي. لا تقوم، خلاص انسوا. طيب نشرب بصحة الحب. يلا بصحة الحب. ايه يلا يلا بصحة الحب. يلا اشرب حبيبتي. صحة. تعلم هالحركة بتفيدك. هاي انتي. يي موتتني من الرعبه.
هيك الواحد بيستقبل التاني؟ نسيت اني حاطة السماعات عقدني. هالأغاني كتير حلوين، مين عاملون؟ ايه شو أخبارك؟ كيفك هلأ؟ ليك جبت لك معي فطاير سخنين، جبتهم لأتشكرك. يلا روح اقعد وأنا بحضر الفطور وبيجي، اتفقنا؟ كيف فتي على البيت؟ أنت فاتح باب المطبخ. أي صح، الحق علي. يلا رح صب الشاي. بس أنا ما بفطر. كيف يعني ما بتفطر؟ إذا ما فطرت الصبح مخك ما بيشتغل بالنهار. اسمع لقلك، المفروض لتشتغل منيح تكون مصحصح وآكل. يلا قلي كم قطعة سكر بدك. وينو موتوري؟ برا على الباب. ارتاح شوي، شبك قلقان؟ طلعي فيني وحاكيني، هيك بالعادة بتاخدي غراض مو لإلك بلا إذن؟ شو هالوقاحة هي اللي عندك؟ عم تحضري أكل مفكرة حالك ببيتك مجنونة أنتي؟ حمدي ربك ما رحت على المخفر. استنى، أنت ليش هيك عم تعاملني وكأني حرامية؟ عن جد عيب عليك، أنا ما سرقت. وشرف، هاي موتورك. مرحبا خالي، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا بنتي. شو مجنون أنت؟ كيف كنت بدي أروح على البيت بهالحالة؟ بعدين ليك رجلي لهلأ عم توجعني، الفطاير سخنين، أنت ليش ما أكلت؟ خلصنا بقى، أنت ليش ما بتتركيني بحالي؟ طيب فيني أجي معك على الصيد؟ لا، على القليل خدني لعند الشط. قلتلك لا. ليك اسمعني شوي، أنا بوعدك إذا خليتني روح معك ما رح تمل أبدا، وبدل ما تصفن بالبحر مثل الأجدب بنحكي لنا كلمتين، شو رأيك؟ لا، بحكي نكت وبقرأ شعر كمان، حتى إذا بتحب ممكن غني لك. ليك بوعدك فيني صير مساعدة للقطار، وبشتغل معك بالصيانة، بشرح لك ترموديناميك، بشرح لك الفيزياء النسبية، وبشرح لك معادلات الرياضيات والهندسة كلها لو سمحت. قول شي بقى. خلصنا بقى، بكفي سكتي، تعالي، بس بشرط تضلي ساكتة، فهمتي؟ طيب ماشي، بس بدي أقول آخر شغلة، جيب المركب لهون، المي كتير باردة. طيب خلص سكت. معقول بتدرسي هندسة؟ طالما حابب تعرف بحكي. عايشة مع أمي وأبي وستي يلي ما بتسكت، وأختي الغريبة اتطلقت من زوجها النسوانجي من فترة، وفي ابن أختي الأزعر، يعني كلنا عايشين سوا. عمري 22 سنة، طالبة بكلية الهندسة، بس ما عم روح داوم بالجامعة بهالوقت. بحب أني يكون قاعدة تحت الشمس القوية ومع رجال بارد مثل قالب التلج. أنت شو بتحب تعمل؟ يعني قبل ما تموت؟ ما فكرت بالموت أبداً. ما بصير، العالم كلهم بيفكروا، يعني الكل بيعيشوا ليحققوا يلي بيحلموا فيه قبل ما يموتوا فجأة. رح أعطيك مثال، مثلاً أنا حلمي روح على قلعة جلطة واتفرج على كل اسطنبول، وخصوصي بالليل، إني أرقص بالشوارع القديمة وكل العالم حوالي تتفرج وتسفق، وأكل صندوش سمك على الشط، وقف على ظهر حصان عم يركض بدون ما أوقع أبداً، انزل على البحر تحت ضوء القمر. كمان بحلم إني حب وأعشق أو ألعب دور البطولة بشي فيلم، هدول ولسه في كتير. كأنه أحلامك كتير كبيرة. أنا هلأ أفهمتك، أنت واحد ما ضل عنده أمل من هاي الحياة أبداً، عايش لحاله كل الوقت ومبين بارد، بس عنده جاذبية غريبة شوي، وفوق كل هاد شايف حالك. لك على القليلة قلي شو اسمك، ما بيصير هيك. ماهر. أنا اسمي غزل، تشرفت بمعرفتك. مطلق النار geri gelsin، ne olur hiç ayrılmayalım، her şey bitmedi bitemez. بحب هالغنية كتير. أي وحدة؟ ما خلص شي ولا رح يخلص. her şey bitmedi
كلماتي وألحاني. عفواً قلت شي؟ ما سمعتك ولا شي. لازم لما تشوفني واقفة هيك تيجي تحضني. لما نكون بمركب أكبر مو هاد؟ فكرت اني زتيت حالي وانتحرت؟ لك استنى، لوين بدك تروح؟ لوين؟ ماهر استنى، لك عم نتسلى. شبك؟ ماهر لا تتركني، يلا طلعني. لك لا تضل معصب مني، خلصنا بقى. فتل راسي شوي ووقعت، شو ساوي؟ بعدين شو هالقصة العظيمة؟ تفضل فوت. لا شكرا بلاها. ليش؟ تعا بعرفك على عيلتي، اكيد رح تحبون كتير. يلا بس 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 تعا لشوف وينك انت، وينك؟ تعا كل. المحامي وصل، والله اشتقنا لك كتير. انت ليش صار لك زمان ما اجيت سويت لنا زيارة؟ طلع فيني، انت بتشبهه للمرحوم كمال حبيبي القديم. لا تقول انك بتكون ابنه لكمال، ها؟ هذا بيكون ابنه مزبوط؟ ستي انت شو رأيك بالأول تتعرفي عليه؟ سكتي ولي، أنا بعرف الكل. خدي حطي هذا عند الحيط وما تكتري حكي، يلا لشوف. حاضر. خليني حاكي كلمتين. هالبنت مجنونة. طلع فيني ياي، انت مطول دقنك كمان، والله لابقت لك كتير وطالع حليوة بالدقن. كأنه أنا خجلتك. نحن هلأ بدنا نتغدى مع بعض كلنا، تعا. لكن حضرتك يلي أنقذت حياتها لغزال. ميسون هلأ لا تبالغي، كل القصة أنه زحطت رجلي وهو كان هنيك وساعدني مو أكتر. ميسون يلا سكبيلي بطاطا. صرتي صبية ولساتك عم تنطي وتزتي حالك؟ من هي وصغيرة هيك صح نوري؟ من شجرة لشجرة ما بتشوفها غير عم تنط وتوقع وتكسر إيدها أو رجلها. أمي مو حلوة تحكي هيك قدام رفيقي. يعني كذب بنتي؟ كم مرة كاسرة إيدك؟ هدول عم يكذبوا عليك، مو صح هالحكي، أنا كنت بنت عاقلة كتير. ستي شو بكي؟ سكتي يوم بقى. مشغولة هلأ. جواد؟ يا روحي ليش حكيت يا أبك؟ ما إلك إلا أنت عم تقضي أغلب وقتك بالبحر، هلأ بتمرض، لازم تدير بالك على حالك. مرحبا يا جماعة. أهلين تعي. عمو نوري كيف صرت؟ يلا بنتي عادي. سلمى بتكون رفيقتي بالجامعة. مرحبا، أنا اسمي سلمى. شرفنا. خالة سلمى ما قدرنا نجيب تذاكر على حفلة إياد. عن جد عم تحكي؟ تعرفي أنا كمان كتير بحبه لهالمطرب، يا ريت لو منروح كلنا على هالحفلة. شو كانت غنيته اللي منحبها؟ سيريم سيريم شاك 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 سيريم. سيسن عني شاك. ميسون عم قوله وتقومي تلبسي هالصبي تياب ناشفة. ماشي يلا انت كمان تعي ساعديني سلمى. روحي بعدين انا بلحقك. يلا سلمى انت لازم تساعدي ميسون. يلا شبكي بنتي؟ شو هالجيهة؟ من هالحليوة؟ قولي لي يا بنت مين بيكون هذا الشاب؟ الليلة شوف كيف الشغل بمحل البهارات. للأسف سكرته من زمان. شو هالحكي؟ ايه الله بيعوضك، تفتح كافيه فيها انترنت وبتمشي حالك. انت يا غبية، انا طعميت العصافير شي؟ لا ستي لسه. لا قوم طعميون لكان. Don't worry be happy. والله انا حبيتك. ما قلت لي ابني شو بتشتغل؟ بشتغل صياد. بس بنتي مهندسة. بعرف إنه مهندسة. السنة الجاية رح أبعتها برات البلد لتساوي ماجستير. نعم
نوري يا براء. مو جاي عبالي. طيب دوق هاي. مو جاي عبالي بنتي. يلا بقى دوق. تفضل ماهر بيك، وصلت الاسطوانه اللي طلبتها مني. يسلموا ايديك. العفو. مرحبا. تفضل ابني، اهلا وسهلا. ها مين فيك عمي؟ بدي اسالك، بلاقي عندك اسطوانه؟ معقول هذا انت ماهر؟ والله ما عم صدق، اخيرا التقينا. شو صار لك زمان هون؟ جيت لهون من يومين. كيف الحفلات؟ على حطة ايدك، مثل العادة راكدين ورا لقمتنا وما عم نلحق. عاملين حفلة كبيرة هون ولهيك اجيت. حفلة لإياد، هالشاب مجنن البنات، اكيد بتكون شفت الاعلانات بالطريق. ايه شفتهم. تعرف يا ماهر، والله هالمجال انتزع، مو مثل ما كان عوقتك، صار مليان بالنصابين. صح. بالمناسبة المسا بدك تشرفنا على حفلة اياد، ليك رح حط اسمك على الباب، جيب معك مين ما بدك. فهمتي؟ طيب. اهلا وسهلا. يا اهلين. اهلين. تعالي امي. كيفك ماهر بي؟ الحمد لله منيح. بعرف عددنا كبير بس بتمنى انه ما يكون في مشكلة. ولا يهمكن، مو مشكلة. قلنا لانك كبيرة وما بيصير تجي مرتين. وانت بتحبي اياد؟ ايه انا بحب اياد كتير، بذكرني بحبيبي القديم كمان وكرماله اجيت. شبكي؟ شو ما تساوي؟ ولا شي. ليك صوته مو حلو نوب، قلت الجاج المذبوحة على المسلخ. خلصنا؟ لا، وفوق بصير بترقوص مثل البنات. عجبي حكي امي، مو حلوة تسمعي. يعني إذا ما حكيت الحقيقة شو بدي أحكي؟ ما في داعي تقولي شي. عمو ماهر؟ نعم. فينا ناخذ توقيع إياد كمان؟ بدي أعمل مفاجأة حلوة لرفيقتي. تكرم عينك. كنان بيك؟ خير؟ أهلا وسهلا. شرفتنا ماهر. العفو. كيفك كنان؟ الحمد لله، وانت كيفك؟ منيح. شرفتي يا أنسي. مرحبا. أهلين. كنان بدي أطلب منك طلب ويا ريت ما تخجلني. في ولد بيقرب رفيقتي بده توقيع إياد. أوه، ما عم صدق عيوني. أهلا وسهلا. ماهر أتان عنا؟ شو هالدنيا؟ مين كان بيصدق إنه ماهر بيك رح يجي ياخد توقيع من مطرب عندي؟ إياد، ماهر بيك كان مديري القديم، بس بعدين انقلبت الموازين ووقع. رمى حاله بالبحر. دريت انك صرت صياد مزبوط. منيح ما عم تموت من الجوع، هالجزيرة السمك حواليها بكل مكان. اياد، ماهر بيك بده منك توقيع، منعطيه ما هيك؟ منعطيه؟ امشي. لا وقف، وقف لحظة، ليكون التوقيع كرمال هالصبية الحلوة اللي معك. اسمع اياد، نحن طول عمرنا منحب القطع الحلوة، صح؟ ايه؟ رح اخرب بيتك يا واطي، نهايتك على ايدي، لك حتى حبيبتك انا اخذت لك اياها. لو سمحت اطلع. زينب صارت الي وبس، لك انت ولا شيء. روحوا روحوا. امسك هي، امسك تمك عم ينزف. ماهر ماهر، ايدي عم تجعني، وقف. بعتذر منك. طيب عن جد لهلأ ما عم صدق، معناتها انت كنت منتج. طيب لمين انتج تحكي لي؟ شو صار؟ ليش افلست شركتك؟ تذاكر وصاروا معكن، فوتي احضري الحفله. واقف، مستحيل اتركك تمشي وانت زعلان. بس انا مو زعلان. واضح انه زعلت، روح اطلع على حالك بالمرايه، هداك الرجال اذاكي كتير. زينب اللي قال عنا، شكلك لساتك بتحبه مو هيك؟ ليك انت شو دخلك؟ ليش عم تتدخلي فيني وتسالي هيك اسئله؟ ليش نحنا مالنا رفقات؟ نحن رفقات؟ غلطانة. بس أنا فكرت إنه نحن ممكن. شو فكرتي؟ اسمعيني منيح، ما عندي وقت لضيعه على ولدنتك وسخافاتك. لعبي مع اللي بعمرك. طمني انت منيح جاري؟ ماشي حالي.
هذا انت؟ لا مادونا، عم تستنى حدا تاني؟ انتو شو عم تعملوا هون؟ الخالة مفيدة بعتت وراي، قمت اجيت لأطمن عليك، ضليت ساعة عم دق على الباب ما فتحت، قمت فتت. ليش من وين بتعرفوا بعضكن؟ هالبلد صغيرة والكل فيها بيعرفوا بعض، بس انت هون الغريب الوحيد. الظاهر انا وياكي لازم نبلش صفحة جديدة خالي مفيدة، مو هيك احسن؟ ما تقلي خالي بزعل منك. طيب اختي. شفت مزاجك معكر كتير ومزعوج، قلت لرفيقك تعا بلا ما يعمل بحاله شي، كأنه انزعجت مني؟ دائما هيك قالب لي خلقتك. يا ربي دخيلك، البيت ريحته معفنة كمان. قال صار خناقة بالحفلة؟ شو عم تقول خلدون؟ مع مين علق هالشب؟ لك انسو، ما كان مهم ابدا. على شو عم تطلعوا له؟ قلت لك مو مهم. الصبية الحلوة السبب؟ اي صبية؟ انت بتعرف منيح اي صبية انا بقصد. لا هذا ما رح ينسحب الحكي من تمه بهالطريقة. خلاص انا رح اروح وانتو ضبوا هالبيت شوي. تقول قاتلين قتيل، يلا باي. ولا يهمك خالي، الله معك، باي باي باي. صبية ما؟ لك أنا إلي فترة طويلة عندي حياة حلوة كتير ورايقة، وعم بشتغل بهالبحر، شو اللي تغير؟ ما عم بفهم. لك خلصنا بقى، بكفي حاجتك كآبة، عود لشوف عود تع. اسمع، أنت عندك شي المساء؟ شو بده يكون عندي فاضي؟ تمام ممتاز، معناتها المساء رح اجي انا وبتول لعندك وناخدك، بدنا نخلطك بهالمجتمع، لازم تطلع من هالقوقعة ورح نلاقي لك عروس ورح ترتبط. خلاص. فهمني خلدون، انا شو اللي شغل بهيك مكان؟ لك ابني اختلط بالبشر شوية لحلح شبك. بالله هلا انت جايبني لهون لحتى تنظر علي؟ بعدين شو هالاغاني هي؟ خلصنا منعرف انك موسيقي شاطر، بس هذا جراي من اشهر المغنيين بالمنطقه وبيعمل حفلات كتير. واذا امشي خلصني هلا، مو وقت الفزلك الموسيقيه تبعك. عنجد هذا اللي صار. لك غزل مين هالشب الحلو كان؟ اهلا وسهلا ماهر، تفضل. عود يلا عود. هاي رولا، ماهر ماهر رولا. شباك ابتسم عن اذنكم. يلا حبيبي تعال نرقص، خليهم يحكوا كلمتين على انفراد. يلا حبيبي تعال رقصني شوي. يلا. رولا اسمك؟ ايه رولا. بعلم لغات بالمدرسة، طولي 170 ووزني 55 وما تزوجت من قبل، وبرجي الأسد. ما شاء الله. ما فهمت. ما في شيء قلت ما شاء الله. ليك ماهر بيك، أنا بحب من الأول نكون صريحين مع بعض. اللي أنت جدي بالقصة؟ كيف يعني جدي؟ يعني ما رح تستخدمني كمنديل وتزتني، هذا اللي بدي أعرفه. بالحقيقة صار عندي فضول أعرف شو قصة المنديل اللي عم تحكي عنه. ليش مو فردة الجرابات مثلا؟ الجرابات منزتهم بعد ما نلبسهم. رح فهمك شو بقصد، تشبيه بالمنديل بيكون أرخص ومعبر أكتر. أي ممكن. طيب أنت بتشبه حالك بالمحيط اللي مخبي عواصف جواته، ولا ساقية مي بتحمل أوجاعها وبتمشي بحال سبيلها؟ أنا الجاموس اللي شرب المي المتدفقة من هديك الساقية الوسخة، فهمتي؟ أنت شو عم تحكي من وقت اللي قعدت محيط وسوائي وقصص بايخة؟ طيب آخر سؤال، أي وحدة؟ هديك مشاعر مجعد؟ ما فهمت. إلك من وقت ما قعدت عم تطلع عليها؟ لا عم اطلع على الأفق. مو مهم، مو مشكلة، أنا متعودة على هالحركات أصلاً. ما عم لاقي الشخص المناسب، يا ترى المشكلة فيني ولا بهالجزيرة المعفنة؟ ما في داعي تقوم وراي لأنه تأخرت. شو صار لكم؟ شو؟ خنات معها شو حكيتوا؟ ما صار شي، شبكن يا جماعة؟ بدي امشي. لك لوين ماهر؟ كنا رح نشرب شي، ما هيك خلدون؟
روقي شوي يا حبيبتي روقي، يعني بجوز انه هنن اثنين ما صار بيناتهم اي تجاذب مو اكثر. ما ناقصني غير فيلسوف مثلك، كانه على ايامنا كان في انجذاب وانا مو دريانه كنت فيه، لك الموضوع بده قعده صغيره ويتعرفوا على بعض. صح؟ صح صح حبيبتي صح، بس الموضوع كانه في حدا تاني يعني ما بنعرفه لسه، انت فهمتي علي ما هيك؟ فهمتي؟ جيت لتكحله عميته. لك قل له ما لك شبك نادي له. عن جد انت مهضوم كتير. غزل فينا نحكي شوي؟ خير تعالي بالاذن منك. خذي راحتك. عم اسمع. بدي اعتذر منك لاني صرخت بوشك، اتصلت فيكي بعدين لحتى اعتذر منك بس ما رديتي. متت من خوفك علي ما؟ وبقيت كل الليل عم تستناني. ما عم افهم انت شخص مريض يعني؟ فورا بتصرخ وبتعصب قدام العالم وقبلها بتضربه للرجال، كنت رح موت من خوفي بتعرف؟ طيب وهي اعتذرت منك، لا تزوديها. يا جماعة اسمحوا لي اقدم لكم غزل، صوتها بيطير العقل، شو رأيكم مغنية منها؟ يلا بعدين بنحكي. تفضل. Ben kayboldu sanmıştım meğer sendeymiş Görür görmez anladım hemen o anda Şu rayak bir sota Sarı sandık Hello, kara kitlemiştim aşkımızı Sahip çıkmışsın canım eksik olma Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı Oysa yerini bile unuttum hanidir Bazen hayat vermek ister aldıklarını Mucizeler hep böyle ansızın gelir Teşekkür ederim böyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldığın için كيف بدي اشرح لك خلدون؟ هيك صوت صعب يلتقى مثله. غزل خامة صوتها كتير خاصة. حلو، معناتها رجع بلش بكل شيء من جديد بلا ما تطيرها من ايدك. انت مفكر الامور بهالسهولة هي؟ لازم تتعلم اشياء كتير بالاول وتمرن صوتها ولنشوف اذا هي بتقبل بهذا الشيء. انا مو متأكد ابدا. طيب معناتها شو ناطر؟ احكي مع البنت. تأمنوني بشي تاني؟ لا يسلموا ايديك. اهلا وسهلا. يسلموا معلم يسلموا. روح كنا عم نقنعه. أنا برأيي رح تقبل، يعني ليش لحتى ترفض؟ شو رأيك بهالنكتة حلوة؟ هاي هذيك البنت عم بتحاول تطبقني، لك شوفها إن شاء الله نشوفها هون يا جاركي رح يخي الأغير. إيه صح؟ شوفني أشرب معك، لا تشرب كثير وحشتك بقى. يا زلمة أنت ما همك غير هالقصص؟ مساء الخير ماهر بيك، كيفك؟ مساء الخيرات. اسمع كنان، انت بتعرف منيح انه مو اي حدا بيقدر على شغلتنا. رح تدور كتير لتلاقي نجم، ولنفترض انك لقيته شو رح تشتغل معه؟ رح تسجل له اغاني ورح تعمل له فيديو كليبات، ولازم تعرف اذا هالاغاني رح يضربوا ولا لا. معك حق، مزبوط اللي عم تقوله، هالقصص مو سهله. هاي كيفك؟ اسمعني لقلك، اذا بتعمل البوم كامل وبتبيع منه 50 نسخة صدقني لأترك المهنة وأعتزل. بتقبل الشرط؟ هاي أنا عم أتحداك. بكرة رح تشوف بعينك. ما عجبني الجو. روح من وشي. عمهلك بنتي لوين؟
ليش مستعجلة؟ رجع اجى الصياد لهيك مستعجلة. ما في شي بيناتهم، ما هيك؟ شكرا. مجرد صديق مو أكتر، بس مبين شاب منيح شخصية ومرتب. شكرا. أنا بنتي ما بجوزها لصياد. أنا شو قلت؟ شو قلت لحتى تفهمني غلط نوري؟ بس قلت عنه مرتب. زيتون حبيبي؟ ما بدي زيتون. هدول شغلي. ما بدي. ما بتندم؟ طيبين كتير. يي خير من الصبح بكير، شو عم تعمل هون؟ غزل مرحبا. أهلا وسهلا. حابب أحكي معك بموضوع كتير مهم، إذا ما عندك مانع. اتفقنا، ساعة 8 بالمطعم يلي علمينا البيس جرافي. جرافي؟ مو معقول أنت. على شو عم تضحكي؟ أنت اللي طلبتي مني حط جرافي. لما قلت لك جرافي ما كان هيك قصدي أبدا. لك من غير شيء أنا ما بحب هالقصص هي. مطولة بالضحك؟ بعتذر. شو الموضوع؟ مو هديك المرة حكيتي لي عن أحلامك وطلع صوتك حلو كتير؟ إذا أنت بتحبي بليلة واحدة فيك تحققي كل أحلامك. عن جد؟ إيه عن جد. رفقاتي كانوا يقولوا لي إنه صوتي حلو كتير، بس بصراحة ما كنت صدقون. طيب كيف بتصير هالقصص؟ يعني هلأ رح نصور فيديو كليب مثلاً؟ رح نصور كليب طبعاً، بس بالأول بدنا نسجل الأغاني وبعدين بنعمل كليب وألبوم ومقابلات وهيك شغلات. إذا أنا وافقت على العرض رح ترجع لمهنتك القديمة؟ إيه برجع. طيب وكل هدول ما بياخدوا وقت؟ بدهن وقت طبعاً، بس إذا اشتغلنا على حالنا رح نسجل بالاستديو بعد كام أسبوع. شو بتقبلي؟ لفكر بالأول. عم فكر شو جوابي. عم فكر لا. ليش؟ لك عم امزح معك بقبل. عن جد عم تحكي؟ بس عندي شرط واحد. شو هو؟ أنا رح صالحك أنت وزينب ورح تعطيها فرصة تانية. مين زينب؟ شبك؟ هاي البنت مو أخدها منك هداك الغليظ؟ لك زينب بأميركا وفي عندها ولد وهلأ حامل بالتاني. بعد ما أنا تركت اسطنبول هي ارتبطت فيه لفترة، بس صدقيني نحنا من الأول علاقتنا كانت منتهية أنا وياها. ليش ما قلت لي إنه قلبك فاضي ومو متعلق بحدا من الأول؟ وأنا اللي كنت عم أقول لحالي كل الوقت إنه برود هالشاب وجديته الزايدة من العذاب يلي داقه من الحب. قوم معي يلا تحرك رح نرقص. تعا غزل ما في موسيقى، شو عم تعملي؟ عادي مكاني. ممكن تقوم معي؟ küçüğüm daha çok küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım övünmem bu yüzden kendimi özel önemli zannetmem küçüğüm daha çok küçüğüm. غزل شو عم تعملي؟ نزلت شي مرة على البحر تحت ضوء القمر؟ لا ما نزلت. يمكن ما رح تصح لنا فرصة تانية. تعا Thank you.
ولو انه صعب بعد عنك بس لازم امشي. من هلا اشتقت لك كثير. استعرت الموتور منك. اصحك تطلب الشرطه. ميسون أخي أنتي ولابسة كندرتي كمان. لك شبك يلا افتحي خلصيني. أختي حبيبتي يا روح قلبي أنتي أنجلينا جولي ولا شي قدام حلاوتك. ومونيكا بيلوتشي بتموت غيرة منك. أدريانا لي معيونة مثل عيونك. العيون لتركان شوراي. يي طبعا كيف خربطت بيناتهم. يلا مرقي يا هالمرة. وقفي احفظي شو رح تحكي. واحد طول الليل كنت بغرفتك. اثنين كان عم يجعك راسك وخفيتي. وثلاثة رح نتفق على صيغة واحدة لأنه إذا عرف أبوك رح يهد الدنيا فوق راسنا. ميسون انت بتعرفي شو تساوي. حطي الشاي على النار اتفقنا. وتعي لهون مشان نشربه سوا وعزمي بابا كمان ومنعمل تقييم للوضع هون. نحن وعم نشرب الشاي الطقس حلو كتير منتسلى. حاج غلازة خلصيني فوتي. وبحب ذكرك أنا دافع نص حقها لهالكندرة. ماشي بالإذن. أستاذ وقعلي هون لو سمحت. يسلموا. مبروك. ما اجت الصبية الحلوة؟ لا لسه ما اجت. شو عامل؟ زعلتها شي؟ شو هالحكي؟ ليش لحتى زعلها؟ Halılar mı düşeseydim yoluna yoksa gül bahçelerini mi dilerdim benden bana gelmek için. ليش اجيت؟ ما بدي حدا. كأنك تراجعتي؟ لأنه خايفة. ليش من شو خايفة؟ أنا واثقة بموهبتك تقدري تنجحي. طيب بركي ما نجحت. يعني شو رح يصير إذا خيبت ظنك؟ ما بدي تزعل وتكتئب ويكون بسببي. ليش لحتى أزعل؟ أنت أصلاً مانك مشهورة وأنا ماني منتج لحتى أخسر. لا تخافي وأنا معك. واضح أنه متحمس لهالخطوة. لأني واثق فيكي.
اتفقنا، بس إذا ما نجحت ما بتعصب مني أبداً، ماشي؟ أصلاً ما بقدر أعصب منك. خلصنا! عن جد مو مصدق، معقول ما بتعرفي ولا نوتة؟ من الأول قلت لك إني ما بعرف. ارفعي صوتك شوي، شو صار لك؟ ليش طول الوقت خايفة؟ كل الوقت عم اتعيط بوشي، شو هادية؟ ولا مرة بحياتي شايفة بيانو أو حتى مقربة عليه. والله حاسستك أستاذي بالمدرسة، أنا شكلي لازم أرجع أفكر بالقصة. رجعي جربي يلا. أوف بقى، ضبطت معي؟ حلوة كتير، بس رح نعيدها كمان مرة. لكون يلا 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 بلا كسر. بلشي، إذا بدك فينا ناخد استراحة شوي. إيه يا ريت. بالأول لازم نخلص. الغنية مو معقول شو حلوة. هلا صرتي عم تغنيها أحلى مو منتبهة؟ يلا عيديها لشوف. ممنوع الأوف، يلا يلا. صحتك يا عمري. صحة حبنا. فهمنا أختي، رح فوت من الشباك على البيت. أنا بأوتيل هلا عم أتعشى. هي هي كتير حلوة. ما تفكري حالك خلصتي تمرين، هي لسه أول غنية. خلص غيرها كتير أغاني. ما بدك طريق قدامك طويل. كيفك نوري؟ أهلين عمر. شو قال بنتك رح تصير مطربة والصياد هو أستاذها؟ لك من وين جايب هذا الحكي أنت؟ مرتي اللي قالت، أصلاً كل أهل قبرص بيعرفوا. مستحيل تخلوا الواحد يعود رايق. وقف. شوفي هاد أبي. ليش خفتي؟ ما بيعرف إنك ساكنة معي؟ غزل ليش هيك عملتي؟
بابا؟ 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 غزل! غزل! شو صار لك؟ كيف وضع دكتور؟ بالأول إلي حضرتك بتقربة؟ أنا أبوها نوري. تفضل ارتاح لنحكي. اسمعني نوري بيك، أنا بكون دكتور غزل. بنتك قبل كم شهر إجت لعندي لأفحصها، كانت عم تحس بدوخة، وبوقت عملنا الفحوصات اللازمة، بس مع الأسف ما تغير شي بحالتها. اسمعني نوري بيك، غزل وضع سيء، عنده ورم بالدماغ. حبيبي بابا لا تبكي لو سمحت، طالعني من هون. معك حق بنتي، انت ما بتحبي الغرفة اللي بوابها مسكرة. باخدك لعند غير دكاترة. أول ما خبرني كان جاي عبالي اضربه بوكس بنص وشه وقل له انت شو عم بتقولوا لك؟ يلي عم تحكي عنها هي بنتي حبيبتي، ليش ما خبرتينا من قبل انت؟ لك ليش ما حكيتي يا بنتي؟ ليش ما حكيتي انه في براسك ورم خبيث وملعون لك يا بنتي؟ ليش؟ لأنه ما بدي انحبس بالمشفى بابا، بدي أعيش حياتي على راحتي. بعدين أنا تعلقت فيه لماهر وحبيته، وبلشنا بشغل مع بعض، وحابة إني كمله. طيب وبعد هالشغل رح تفوتي على المشفى؟ رح تتعالجي؟ بعدك بهالشي بابا رح اتعالج، بعدك بلش علاج. حبيبي يا روحي يلا حكيلي شو صار معك؟ خانقك ابوكي؟ أنا كتير اشتقت لك. بتعرفي حبيبتي منيح اللي اجيتي. مبارح بعد ما تركتيني ومشيتي عصبت كتير ولمت حالي، يعني ما خبرنا أبوكي إنه أنا حليتها. لا تفكر بشي، لا تشغل بالك، اسمع هالخبر، سمح لي يبقى معك.
قالوا نعم. ايه أنا هو. عم اسمع. تمام. يسلم وشكرا كثير لك. خير شو في؟ اتصلوا من اسطنبول غزل. رح نروح نسجل. عن جد عم تحكي؟ ايه. امتى رح نروح؟ بعد يومين. بحبك. وانا بموت فيكي. خالتي رح تصيري مغنية مشهورة؟ طبعا جواب. ان شاء الله. غزال اسمعي منيح، سمكي لبس بلا ما تاخدي برد، ماشي يا روحي؟ امي حفظتها الدرس. يخلي لي هالبنت المرضية والحلوة، رح اشتاق لك كثير. حبيبي. ايه شو عم يصير معك نوري؟ اسمع انت على الكبر صاير حساس زياده، البنت رح ترجع بعد اسبوع. شبكي عم تطلعي فيي هيك؟ مشبهه علي يعني؟ مديحه اوعك ترغدي ورا جوزي، فهمتي؟ والا والله بموتك. امي انا شو بدي فيكي انت وجوزك؟ بالله شفتكن. اسمعي عيني، نحن صرنا على ابواب السبعين وجوازنا ماتوا من زمان، انت شو عم تقولي لسه يا غبية؟ نعم شو بلا أدب. ماهر بدي أطلب منك شي واحد بس، رجع لي بنتي بأسرع وقت. ما تشغل بالك، توصلوا بسرعة. وحاكينا أول ما توصلوا. لا تشغلي لي بالي. إيه حبيبتي لا تشغلي لي بالي. ما تنشي. يلا خلينا نمشي بقى. تردي عليها. شو نمشي؟ كيفك حالي؟ طيب ماشي. باي يلا باي باي. يلا خطركم. الله معك. مع السلامة. عليها ماشي. هي على البهارات. ديروا بالك. الله معكم. يا كنت دايما اشوف هذا الجسر بالافلام والمسلسلات. عجبتك اسطنبول؟ مو معقول قديشها حلوه. عدنان؟ أهلاً أهلاً ماهر، أهلاً وسهلا. أهلين فيك، كيفك؟ منيح، مشتاق لك. جيب لنا شاي بسرعة فوراً. لك إلي 10 سنين تاركك ولساتك قاعد ورا هالطاولة وعم تشتغل، طلع شم شوية هوا. دخلنا هالمجال وما عاد نعرف نطلع منه، شو بدنا نساوي؟ غزل، عدنان واحد من أشهر الأسماء بهالمجال. مرحبا، كيفك؟ أهلين منيح. غزل النجمة الجديدة. الموسيقيين اللي اخترتهم خلصوا تسجيل، وقت بتحب نسجل الكورال. ممتاز، كتير منيح. مرحبا. حسان بيك بعتني اسألك امتى حتبعت له التسجيلات. آخر الأسبوع بيجهزوا. لا مو آخر الأسبوع، بكرة بده إياهم. يجي ويشتغل هو لكان. يعني هيك قل له؟ ايه هيك قل له، وإذا ما عجبه يلغي الشغل كله. طيب ماشي. وقف، استنى، ما تقول له شيء. قل له بكرة بيكونوا جاهزين. وصل له سلامي. المساعد مجنون ومديره مجنون أكتر منه، الله يعيننا. تركت الشغل وتركتنا بين ايدين هيك ناس. يلا المهم انك رح ترجع. عم يتصلوا من اسطنبول لنشوف شو صار معهم. ارد. ايوه. ايه قديش؟ ليش ما قلت لي؟ 3000. تمام. سمعت اخر رقم جبناه من مبيعات الالبوم؟ 3000. اذا منترك هالمهنه هي مو احسن؟ منتركها ومنترك غيرنا يشتغل ويترزق. اسمعني منيح ولك، فكر لي بشغلات تساويك مشهور. إذا بدك أدمن كحول ونزل فيديوهات مسربة مع بنات، اعمل أي شيء، المهم تصير مشهور. شوفي معلم، بدي لك شغلة مهمة. قول شو صاير. معلم أنا رحت على الاستديو، الأغاني مالون جاهزين، وقالوا لي إنه في عندهم تسجيل. شخص اسمه ماهر حاجز للاستديو. ماهر؟
وهذا كيف شكله؟ شاب أسمر وطويل، يعني فيك تقول إنه شخصية وحلاوة. فهمت. أنا جاي على اسطنبول. أعطيني هالموبايل من إيدك شوي. هلأ أخده وتصور. يلا يا حلوين. ماهر، 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 ماهر. شبك غزل؟ استني لحظة. يلا اجيت اجيت. خايفة عتمي كتير. اجيت. ليكني هون ليكني. غزل لا تخافي انا جنبك. روقي شوي حبيبتي. خلص روقي. شو اللي صار ماهر؟ انقطعت الكهرباء عادي. طيب هو امتى بترجع بتجي؟ بلكي ما رجعت ابدا. غزل كل شي في له نهاية، حتى المطر بيوقف وبتطلع الشمس، كل شي بينتهي. العتمة اللي بتخوف بتنتهي وبيطلع الضوء، بينتهي كل خوفك وبتتشجعي، وما بيضل غير بسمتك الحلوة على وشك. ما تخافي حبيبتي، أنا رح كون جنبك دائما، ما رح أتركك أبدا. لا تخافي. Uçurumlarda gece yıldızların altında bir başıma. وقف تسجيل بس دقيقة. عفوا ما عم تزبط معي. ما اسمعي حبيبتي، فهمان عليك انك متوترة. اذا بدك نتفق على شغلة، رح تبلشي بالغنية على اشارة مني وخلي عيونك معي على طول. اصلا ما فيني شيل عيوني عنك. رح نسجل لآخر مرة. تفضلي. Yalnız kaldım uçurumlarda. مو معقول صوتها قديش حلو. رح تخرب الدنيا بكرة بتشوف. وقف تسجيل لشوف. ليش بقى؟ لأنه أنا هيك بدي. مفكر رح تستخدم الاستديوهات بدون علمي سيد ماهر؟ كل مكان وكل الناس تحت أمري أنا. بسيطة. غزل يلا جيب أغراضك، بدنا نروح. شو رح نعمل هلا؟ ما بعرف، بدنا ندور على شي استديو. ها منيح واخيرا لقيتكن. عدنان؟ ما تواخذوني، بس ما كنت بعرف انه هالواطي رح يعمل هيك معنا. انت اللي ما تواخذني. ما قلت لك في مشاكل بيناتنا وممكن يلغي التسجيل؟ ليك ماهر، انا عامل استديو صغير، هلا هو مانو مثل هذا طبعا، بس كل الاجهزة اللي فيه احترافية، اذا بتحب فينا نكمل هنيك من محل ما وقفنا. ما بدي انه تنحرج بسببنا. انا وعدتك وبدي اوفي بوعدي. معقول أرفض؟ إيه ممتاز، بس لازم أخذ نفس، تعبت كتير. أول مرة بعد عن الاستديو هاي المسافة كلها. بيغنبان أمسان ونوت ما سيني هيك سيبجا.
عدنان يا ريت تخفف الديلي هون شوي. طيب ماشي. أحسن مو هيك؟ إيه أحسن. بقدر آخذ استراحة؟ إيه مو مشكلة. ارتاحي شوي. طيب قلي وهلا شو بدك تعمل؟ يعني الشغل ما بيمشي مثل أيام زمان. ما فهمت. يعني إذا بتطالع البنت بشي برنامج مباشر، صدقني رح تضرب بنفس اليوم. عندك حدا يساعدنا؟ في ليلى. شو إلها علاقة ليلى؟ هي هلا المسؤولة عن هي الأمور وبتزبط لك الموضوع. معك رقمها؟ طبعا. دق لها. صوتها حلو مو هيك؟ ايه عجبني صوتها. مرحبا انا ليلى. مرحبا انا غزل، تشرفت فيكي. عجبني صوتك وكتير، برافو عليكي. بس بصراحة ماهر مستحيل طالعها قبل 3 أسابيع لأنه برنامجي مضغوط. لا تقوليها. ماهر بتعرف اني لازم ارجع، ما عندي كل هالوقت. بعرف حبيبتي، يعني ما فينا نعمل شيء؟ صباح الخير. صباح النور. يسلموا ايديك. طمنيني نمتي منيح؟ ايه ارتحت كتير. ايه شو بدنا نساوي اليوم؟ شو في عندك مخططات؟ اليوم هو يومك، رح نعمل اللي بدك اياه انتي، بس بالأول لازم تفطري. هذا المكان بيطير العقل. ماهر عم تسمع الأصوات؟ أي أصوات؟ هاي المدينة إلى موسيقى، ما نك سامعة؟ اسمع صوت الباخرة، صوت النوارس. زمور باص متأخر عن وقته، وهي صوت الأذان. ركز معي، صوت الورق والملاعق. انت ما عم تسمعون؟ هاد صوت بياع السمك يلي عشت. ضحكات الولاد، معقول ما عم تسمع كل هدول؟ وموج البحر. الحياة حلوة كتير، حلوة كتير، وأنا بحبك كتير. نعم ليلى خانو. ايه تمام،
شكرا لك، باي. ليلى خانم اتصلت، في واحد من الضيوف المسا لغى موعده، وانت رح تشاركي بالبرنامج بغنية. مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه ما معي أي شيء لحتى ألبسه ماهر شباك. ماهر بيك الله يسلمه دبر لي تذكرة لإجي. عن جد شكرا كتير، بسطت فيك حبيبة قلبي. أنسي غزل بقيان 5 دقايق، جاهزة؟ جاهزة. موفقة بنتي. شكرا بابا. وهي وصلنا لنهاية حلقتنا، وعرفنا إنه هالبرنامج عنده جمهور كبير بتركيا وبالعالم كله. وبهالمناسبة هاي حابب إني أتشكر كل طاقم العمل الموجود معنا. وقبل ما نختم هاي الحلقة، عنا صوت رائع لصبية، شخصية جميلة وموهبتها واضحة، جاية من قبرص لهون، جاية لعنا لتسمعكم صوتها. استقبلوا معي ورحبوا بضيفتنا المميزة غزل. تفضلي. تفضلي. شكراً كثير، استمتعنا. وهي كانت آخر فقرة ببرنامجنا، نلتقي بالحلقة الجاية. ليلة سعيدة. كنت بتاخدي العقل. بابا برافو، غنيتي حلو كثير. أنا هلأ رح فوت أتشكر ليلى وأرجع لكم، ما بطول، استنوني جوا. كل شي كان منيح؟ إيه منيح. مساء الخير يا خانو. شلون لقيتي إحساس الشهرة بأول يوم؟ ما بعرف، بتصدق إذا بقلك ما حسيت بشي أبداً؟ بصدقك. قبل ما تجي لهون ما كنت متوقع أنك تنجحي بنوب، بس الواقع أنه صوتك حلو كتير. أنتي بنت موهوبة وخامة صوتك نادرة، تشتغلي معي؟
بدفع لك مصاري كتير. ادفع لي هلا. بدك هلا؟ طيب بس نحن بالأول لازم نعمل اتفاق وتوقع عليه. استنى، عندي شرط واحد. بدي من بعد ما أموت كل حقوقي المالية تنتقل لماهر فورا. هالشغلة سهلة وكتير. هلا لساتك صبية وماهر ما رح يعيش هالقد أصلا. أمشي. بدون ما تفكري رميتي ماهر على جنب. بنت ذكية، شكله المسكين كان مفكر رح تضلي معه لآخر العمر. هاي أول مرة بتقول شغلة صح. لما يجي الوقت المناسب عطي هالورقة لماهر بابا. شو قصدك؟ شوف أنا تعبت كتير، خلينا نمشي. ما رح نستنى ماهر بنتي؟ وين غزل؟ يبدو عصفورتك طارت من القفص. انت شو عم تخبص ولا؟ فتح عيونك واتطلع على التوقيع اللي هون منيح. وبالمناسبة غزل هلأ راجع مع أبوه على قبرص وما بدها تشوفك مرة تانية لأنك شقفة صياد. من بعد إذنك. وقف، بدي تذكرتك. أخي بس رح أوصل لهونيك شوي وإرجع. مستحيل بدون تذكرة. هام علي، ما رح أهرب هون قدامك. لا تعمل مشاكل وتجبرني أطلب لك الشرطة لو سمحت. غزل خليكي معي. عم بيقولوا انه الدكتور شاطر كتير وانا شرحت له حالتك بالتفصيل. قال لي خليني اشوف ادبارتها. هلا رح نروح على البيت، انت بترتاح شوي وبعدين بنقوم نروح لعند الدكتور. ماشي بنتي؟ مثل ما بدك. تاكسي. اهلا وسهلا فيك حبيبي. فكرتي انه ممكن تخلصي مني بهالسهولة غزل؟ زعلت من اللي عملته؟ انا ما صدقت اصلا. بس نحن نجحنا. ما ايه نجحنا؟ خود خالي شكراً معك وجيبوا فستان غزل الأزرق. أنا بجيب ليلى. نوري نوري راح جيب لي الفستان ويجي. Oh.
حبيبي بابا بتعرف إنه أنا بحبك كتير؟ بوعدك إني رح ضل معك طول العمر وما أتركك أبداً. حبيبة قلبي، قلتي لي ما رح تتركيني، لما كنت صغيرة إني ما أتركك أبدا. بابا أنا على الأغلب ما رح أقدر أقوم في بعدي إلك. عادي هون غزل، يلا. أنا إذا بقعد هلا رح ضل محلي، وإذا وقعت أنت ما رح ترجع تمسكني. أنا وقت نطيت من هالجبل ما كانت فارقة معي ولا مرعوبة. يوم عرفت إنه رح موت وبدل ما يجي الموت لعندي قلت أنا بركض لعنده برجلي. رح نتغلب عليه سوا حبيبتي، ما تخافي. على فكرة أنا كتير بحب للجو، وهلا أنا ما رح موت، بالعكس أنا رح أركض على الجو. غزل، غزل ماهر، بدي توعدني إنك تكمل حياتك إيه؟ وتجيب أولاد كرمالي أنا. غزل، انت شو بتحب تعمل؟ يعني قبل ما تموت؟ وبعدين بنعمل كليب والبوم ومقابلات وهيك شغلات. كل هدول ما بياخدوا وقت؟ بتعرف إني لازم أرجع، ما عندي كل هالوقت.
الفاتحة. طول بالك ابني. مستحيل انساكم. عجبتك؟ جيب لك اياها. كثير حلوه، بدي منها. إيه بدي منها وحده اذا بتريد. لك الحياه حلوه كثير. وانا بحبك كثير. اذا بتريد هات. شو سعره؟ شو رايك بهي حبيبتي؟ ايه وهي كمان. مرحبا. في عندك غير موديل؟ انت شو اسمك؟ طبعا اختي. اسمي نور. شو هالاسم الحلو هاد؟ هديك لو سمحت فيك تورجيني اياها؟ اي طبعا. بس هي قولي لي، انت بتحبي النجوم كثير؟ بتحبي احكي لك حكايه حلوه؟ لا والله بس انا كان في عندي رفيقه حلوة مثلك، وكمان كانت تحب النجوم كتير. بتضلي اياها. حلمي روح على قلعة جلطة واتفرج على كل اسطنبول، وخصوصي بالليل اني ارقص بالشوارع القديمة وكل العالم حوالي تتفرج وتسفق واكل سندويش سمك على الشط.